get complicated. Hi guys, كيفكم؟ وإن شاء الله تكونوا كتير ناس عم تشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم رح يكون أفضل 5 مسلسلات تركية تبعتها، واللي ما بيعرف أنا كتير 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 بحب مسلسلات التركية، فرح أقولكم يعني من 5 4 3 2 1. ومسلسل واحد أو يعني المرتبة الأولى هي أحسن مسلسل، وما بدي طول بداية، خلينا نبلش. حبلشكم من المرتبة الخامسة واللي هو مسلسل التفاح الحرام أو التفاح الممنوع، في ناس بيقولوا يعني أسماء مختلفة. التفاح الحرام قصته كتير كتير حلوة، بيحكي عن بنتين يلدز وزينب، هني بيكونوا اختين ويعني عايشين مع بعض البيت، بس هني يعني مثل كيف بدي اقول لكم يعني مش فقيرين فقيرين، بس انه مش غنيين غنيين، يعني حالتهم وسط، بس بيعيشوا بحي يعني حي الشعب. يلدز كثير من النوع اللي بتحب تكون غنية وتلبس ماركات والناس بيعرفوها ومن هالحكي، وهي بتكون تشتغل جرسون او نادلة بمكان يعني بمطعم. اما زينب فزينب هي كثير شخص متواضع او ما بيهمها يعني مثل المصاري وهالاشياء. زينب راح تكون تشتغل بشركه، والمدير للشركه بيجيب شريك لإله، المهم هو بصير يطرد ناس انه اللي كان بدهم رواتب منهم وزينب منهم، بعدين بيرجع بيقول مين بيهتم بالصور او whatever، بيقوم بيقول زينب، فبيعيط لها بتقول انا ما فيني اجي لانه انت طردتني ومن هالاشياء، بيقوم هو بيقول لا انا رجعتك على الشغل، وبعدين بتصير احداث معاهم هن الاثنين. المدير لزينب اسمه علي هان. اما يلدز فبيكون في واحدة اسمها اندر، وهي بتكون مرت واحد اسمه خالد كتير كبير بالعمر، بس كتير غني، واندر متزوجته علشان يعني املاكه، وبتقوم بتقول ليلدز انه تجي لعندها على البيت علشان يعني تشتغل عندها، وبيلدز ما بتعرف شو ناطرة. فمن هون الاحداث رح تبلش، طبعا كتير حلو وانتوا لازم تحضروه، انا ما حخرب عليكم. الممثلين الاساسيين هن يلدز وزينب وعلي هان وخالد واندر، هيدول يعني اكثر شيء 5. هيدا كان بالمرتبه الخامسه، وخلينا ننتقل للمرتبه الرابعه. بالمرتبه الرابعه عندنا مسلسل حكياتنا، اكيد اكيد في كثير ناس سمعين فيه لان الممثلين فيه كثير محبوبين. الممثلين بيكون اسمه بالمسلسل وحده يعني البطله فيليز، واللي هي حزل كايا، اكيد اكيد بتعرفوها، هي صورتها هون. والبطل الثاني هو براك دينيز، اكيد اكيد الاغلب بيعرفوا كمان، حيكون صورته هون، وهن هدول البطلين الاساسيين. براك هو بيكون بيسرق سيارات، بس ما بيقول لفيليز انه بيصير عن جد بحبها، وبيبطل يسرق سيارات، بس هو غني كثير، بس ما بيحب ياخذ ولا فلس من اهله لانه هو يعني متخانق مع بيه، وكل المصاري هن هون لبين، وحتعرف ليش هو ما بيحب اهله مع مرور يعني الحلقات. طبعا فيليز هي وقفت مدرستها عشان تربي اخواتها لانه بيها بيشرب وامها تركتهم، فالاخوات هن كيراز وهي البنت الوحيده ما عدا فيليز، يعني فيليز وهي البنات الوحيدين، وعصمت هو اصغر واحد وكثير كثير مهضوم، وفكرت وحكمت ورحمت، وبصير في يعني مع كل خي او كل اخت يعني مع اعضاء الاسره نفسها، بصير يعني كل واحد له حكايته، فكلهم بيركزوا اكثر شيء على بالمسلسل اسمه براك سافاش، بس هو بكذب عليها بقول له اسمه برش، ورح تعرفوا ليه الى سبب. المهم فاكثر الاحداث بتركز عليهم هن الاثنين، وبصير في كثير خلافات بينهم، وبعدين بيدخل الاعضاء مافيا فيهم، يعني مش بينهم، بصير في شيء وحدا بيخطف الماز، وفيليز بيطلع عنده اخت ومن هالحكي. اخر حلقه رح تصدمكم. خلصنا من المرتبه الرابعه، وخلينا ننتقل للمرتبه الثالثه. بالمرتبه الثالثه عندنا مسلسل أمي. مسلسل أمي من أحلى المسلسلات الغريبة، يعني قصة مش موجودة ومش القصص اللي متكررة، يعني قصتها بتجنن وكثير غريبة. الممثلة الأساسية زينب، وفي بنت اللي اسمها ملك اللي هي بيران جوك هيلدز، كل اللي بيعرفها حاحط لكم صورهم هون، هي الصغيرة اللي الكل بيحبها المهضومة كثير. المهم هي بيكون في هي بتدرس بالمدرسة، بس أهلها يعني بأمها وزوج أمها بيعملوها بطريقة مش منيحة لأنه بعتقد بيمات، وما حد بيحبوا يضلوا يضربوها، وهي بتخاف منه كثير، أكثر شيء بتخاف من زوج أمها. فبعدين هي بالمدرسة بتجي يعني معلمة جديدة على المدرسة، وهي بتكون زينب. زينب الحقيقة هي اسمها جانسو، وهي اللي بتكون الممثلة، أكيد في منكم بيعرفها كتير، حاط لكم صورتها هاي. فجانسو بتجي وهي بتكون المعلمة لهيدا الصف، وملك كتير كتير بتحبها وبتتعلق فيها، مع إنه هي زينب ما بتكون بتحب الأطفال، بس بتحب ملك كتير. هن بيعيشوا بحي لأنه ملك وأهله يعني كتير كتير فقيرين، ولما تشوفوا إنه هي عم تمشي زينب بتشوف إنه في كيس زبالة عم يتحرك، ولو هي ما لحقت كانت ملك رح تموت.
امها وزوج امها بعتقد زوج امها حط كيس زباله وسكر عليها، يعني كان حيخنق للبنت حتموت. اللي بيصير انه زينب يعني ما بتقبل بهذا الشيء، مع انه لانه هي كثير حبت ملك بتقوم بتخطفها على اساس انه هي امها، يعني بتاخذها بتعملها ولد بس لاول فتره وبتصير كثير بتحبها. وبعدين زينب هي شخص متبنى، فبتطلع امها الحقيقيه بتلاقيها هونيك، وبعدين زينب رح تعرف انه هاي امها وهي بتستضيفهم ببيتها، بس هي ما بتكون تعرف انه هاي امها الحقيقيه. يعني الاحداث بتتخبط ببعضها بس بجنن. بتحاول قد ما فيها لتاخذها من هالعائله اللي هي عم تعملها بهالطريقه، وبصير تلبسها وبتسميها تورنا. هلا رح ننتقل المرتبه الثالثه للثانيه. بالمرتبة الثانية مسلسل يعني مش طبيعي بجنن، وانا عم بحضره هلا بس يعني مع انه ما خلصته انا بعرف انه بجنن، يعني ما حتصدقوا قد ايه حلو. القصة بتحكي عن بنتين وهن هازال وجانسو، اسماء الحقيقية ليلى اللي هي اللي بتكون جانسو، والينا اللي بتكون هازال. في وحدة هي اسمها جلسران، وواحد اسمه جيهان، وواحدة اسمها ديلارا، وواحد اسمه عثمان. طبعا عثمان وجلسران متزوجين وجيهان وديلارا متزوجين. عائلاتهم هن جول بنار وجون بنار، يعني بنون وبلام. يوم الولادة بنفس المستشفى بيختلطوا البنات اللي هن هازال وجانسو، وبعدين بعد 15 سنة رح يعرف البنات بهيدا الشيء. طبعا هازال هي اللي فقيرة مفروض تكون غنية، وجانسو الغنية مفروض تكون فقيرة. هازال بتكون من هي فقيرة وبتكون من النوع اللي كتير كتير يعني بتحب الغنى وبتحب تفكر انه المصاري بيشتروا كل شيء والسعادة وكل شيء كل شيء. واما الحقيقيين بيكونوا ديلارا وجيهان، اما جانسو ما اما الحقيقيين وبيا بيكونوا اوزان وجلسران. فهازال لم تعرف انه هدول عائلتها الحقيقيين، بتصير يعني حتى اللي ربتها جلسران اوكي بتقلها يعني انه انا ما بدي اياكي وانا بدي اروح عند عائلتي الحقيقيه. جانسو بتروح عند امها الحقيقيه، اول شيء امها اللي ربتها ما بتخليها اللي اسمها ديلارا. القصه شوي متخربطه ببعضها هلا انتم هيك عم بتسمعوني، بس لما تشوفوا حتفهموا. فبتروح عند امها وبتعيش عندها وكل شيء، وبصير احداث معهم بتجنن. وهازال بتغار من جانسو بطريقه مش طبيعيه، يعني بتعمل اي شيء لتكون هي احسن منها. هون الاحداث حلوه كثير، بس اكيد حتصير احداث بتزعل واحداث حلوه، يعني انتم حتشوفوا المسلسل بجنن. هيدا يعني بنصحكم فيه. رح ننتقل من المرتبة الثانية للأولى. اوكي المرتبة الأولى يعني بعتقد أنا هلا حقولها يمكن الناس عم تقولها معي، وهو أزهار الحزينة. أزهار الحزينة مسلسل بجنن، بيحكي عن خمس بنات: ميرال، كدار، جمرة، سونغول وأيلول. اوكي كل وحدة صارت يعني اجت على الميتم بطريقة مختلفة، كل وحدة لها قصة وكيف وصلت على الميتم بهالطريقة، وهن بعدين بصيروا مثل عائلة واحدة وما بيفترقوا. مثلا حقلكم قصة سونغول مثلا ماتت امه وبي فت على السجن لانه قتل حدا، ما حدا من قرايبينه كان بده يربيها، يعني بيقولوا انا مش ناقصني اولاد وما اعرف شو، فاضطرت انه تصير بالميتم. كل واحد يعني لها حياته الخاصه، كل واحد لها شخصيه. هول خمس بنات هن يعني الاساس بالقصه، بس اكيد في مثل جوني وساركان ومارت ودافنه، وهول يعني بيكونوا لهم قصص بس مش هالقد مهمين قد هول خمس بنات. جد عم بحكي هيدا اكثر مسلسل انا بنصحكم تحضروا. فشوفوا حاطط لهم صور كل وحده هون على الشاشه. فسونغول هي هيدا، هلا هيدا كدر وميرال ايلول وجيمريك، كلهم رح يطلعوا على الشاشه. حيعجبكم من اول حلقه حتحبوه، و يعني عن جد. وطبعا انا بعرف كثير رح تسالني انت وين، انا حاليا بلبنان. شكرا كثير لمتابعه الفيديو للاخر، ما تنسوا تعطوا لايك اذا عجبكم، تشتركوا بقناتي وتابعوني على كل السوشيال ميديا، رح يكون بصندوق الوصف او بالدسكريبشن بوكس. كثير بحبكم، بشوفكم الفيديو الجاي، باي.